اهلا بيكم في الحلقة الثانية من برنامج جمال حواء. والنهاردة هتبقى حلقة دسمة جدا، لاني هعلمك ازاي تعملي بنفسك ميك اب سواري تقدري تروحي بيه اي مناسبة زي اللوك ده. يلا بينا نبدأ. انا حطيت المرطب على بشرتي من ربع ساعة، علشان المفروض تحطيه قبل الميك اب بشوية عشان بشرتك تتشربه كويس جدا وتبقى مستعدة ان احنا نحط الميك اب. تاني خطوة هنحطها وهي البرايمر. هنبدأ نوزع البرايمر، اما مناطق نبقى مركزين عليها المناطق اللي فيها مسام، وبالبواقي نعدي على باقي الوش. برضو بسيب البرايمر شوية، مش بحط عليه على طول الفاونديشن. تالت خطوة بتبقى الفاونديشن. الفاونديشن بنحطه على وشنا عن طريق الفرشة او السبونج، شوفي انتي ارتياحك. فانا احط لكم نص وشي بالسبونج والنص التاني بالفرشة عشان تشوفوا طريقة الاتنين. الناحية دي هحط بالسبونج، ونخلي بالنا دايما ان احنا ننزل على رقبتنا بالفاونديشن المستخدمينه لوشنا عشان رقبتنا تبقى نفس درجة وشنا بالظبط. كده انا خلصت الناحية دي بالسبونج، الناحية التانية هعملها بالفرشة ونبدأ نوزع. دايما لما نيجي نوزع الفاونديشن على وشنا اذا كان بالسبونج او الفرشة نبدأ من المنطقة دي، ما نبدأش هنا، عشان هنا اذا الفاونديشن كتر مننا هيدخل في الخطوط زيادة. لو هنا عندك قشرة هتوضح زيادة، ممكن يطلع منك الخطوط بتاعت تحت العين فهيوضحها برضو زيادة، وهتعملي طبقات واحنا لسه هنحط كونسيلر وباودر، فالحتة دي هتبقى منظرها كيكي عندك ومش حلوة. فنبدأ من المنطقة دي عشان المنطقة دي واسعة ولسه هنوزع على رقبتنا. وهنا بالبواقي دايما بحب الناحية اللي انا عاملة بيها بالفرشة بعد ما اخلص خلاص البلاند كله، بس بالسبونج بعدي كده بداية خفيفة جدا عشان لو الفرشة عاملة اي خطوط بسبب الشعر بتاعها. ورابع حاجة الكونسيلر، دايما درجة الكونسيلر بتبقى افتح من الفونديشن عشان يدي اضاءة تحت العين، تقدري تحطيها على اي منطقة في الوش عايزة تديها اضاءة. طبعا اهم منطقة منطقة العين، واي كونسيلر حباه يحتفظ بالكفر بتاعه حطيه تحت عينك وسيبيه شوية ينشف عشان بشرتك تشرب المرطب اللي فيه وهو يتماسك اكتر. وانا دايما بستخدم البواقي على المناطق اللي انا عايز اعمل فيها اضاءة، زي المنطقة دي بيبقى فيها بواقي الكونسيلر. الخطوة الخامسة هنثبت كل الحاجات الكريمي اللي حطيناها وهنحط لوس باودر. بس قبل ما نحط اللوس باودر هنعدي على كل الخطوط اللي في وشنا، نتأكد ان الفاونديشن والكونسيلر مش موجود فيها، وبعد كده نثبت. بناخد كمية قليلة، تقدري تحطي اللوس باودر بالسبونج او بالفرشة. فانا الناحية دي حطيتها بالسبونج والناحية دي هحطها بالفرشة معاكم، بس الاول برضو هتأكد على الخطوط بالسبونج وحط عند الخطوط كويس. ناخد اي فرشة كبيرة عندك، ناخد بيها برضو لوس باودر ونعدي على وشنا كده بطريقة سريعة. يفضل دايما ان اللوس باودر اللي تستخدميها هتبقى شفافة عشان تديش معاكي اي لون او كفر او تغير لك لون الفاونديشن او كونسيلر. بعد كده اتأكد ان مفيش اي زيادات من باودر. بعد ما خلصنا الخطوات دي عادي ان احنا نكمل وشنا الباودر اللي هو البلاشر والكونتور، او نرسم حواجبنا وعنينا وبعد كده نكمل الوش. ده على حسب طريقتك واختيارك انتي تبدأي بايه. انا هبدأ معاكم بالعين وبعد كده نكمل الوش. انا دايما في اغلب اللوكات اللي بعملها لكم بستخدم لحواجبي الباودر، علشان دايما بحب المنظر يبقى ناتشرال وهادي. بس المرة دي بما اننا احنا هنعمل بقى لوك سواري ان الميك اب هيبقى اتقل من العادي، فهستخدم لحواجبي جل مش باودر. ودايما بقول لكم لو تستخدموا باودر استخدموا فرشة يكون شعرها تخين شوية، لكن لو تستخدموا جل يفضل انت تستخدموا فرشة رفيعة جدا تتحكموا اكتر ويبقى الرسم بدقة اكتر. هناخد برضو خط من تحت في الحواجب، يعني على اخر سطر من شعر حواجبك، فاهمين؟ خط نقفل بيه حواجبنا على بعض تحت ومن فوق في الحاجب، نقفلهم ببعض. بعد كده نبدأ نرسم شعر عشوائي، ونبدأ من اول الحاجب نرسم شعراية كده لفوق. اوكي، وايدينا تبقى خفيفة جدا زي ما انتم شايفين من قدام، لازم يبقى خفيف ولازم تبقى باينة فيه شعراية. حتى لو مش هتعرفي ترسميها بالجل شعراية، اعملي نفس الطريقة اللي وريتها لكم الحلقة اللي فاتت بالباودر، اللي هو برضو بالبواقي الجل اللي باقية في الفرشة. نبدأ بعرض الفرشة نوزع كده خط الجل اللي حطيناه لفوق،
هيديكي برضو افكت حلو جدا وخفيف. اهم حاجة عشان حاجة بيطلع منظره حلو جدا ان انت تحافظي على منظر الجزء اللي قدام انه يبقى خفيف وناتشرال، ومن ورا حابة تزودي اللون والتقليل هيبقى حلو جدا. كده رسمت الحاجب التاني. الخطوة دي بتفرق جدا في الحواجب ان احنا هننظفها من تحت. نظفيها بنفس الكونسيلر اللي استخدمتيه تحت عينك. شايفين تحسوا ده ظهر عن ده رغم الاثنين مرسومين. بعد كده نبدا في الاي شادو. الاي شادو بنلعب شويه برضو على حسب اللبس اللي انت لابساه عشان يبقى فيه ماتشنج ويبقى المنظر كده كله مريح للعين. انا دلوقتي هتكلم عموما على اغلب الالوان اللي بنستخدمها في السواري. اول لون واكتر لون بيستخدم الاسود. الاسود احب اطمنك واقولك ان هو ينفع معاه اي الوان اي شادو، اي الوان في خيالك. عايزه تحطي اسود هيلي، كشميرات هيلي، عايزه تحطي بنيات هيلي، وهكذا برضو الابيض على حسب اختيارك وحبك للون الاي شادو اللي انت عايزه تعمليه هيليق عليه جدا. لكن انت لو لابسه ازرق هيبقى قدامك ثلاث اختيارات هم افضل اختيارات. لكن مش معنى كده ان انت لو عايزه تحطي حاجه على مزاجك من اختراعك انت هيبقى لا لا، برضو ممكن تمشي. بس انا هقولك اكتر الحاجات اللي بتليق عليه. تقدري تختاري ما بين درجات الكشمير وبين درجات اللحمي اللي هو اورنج شويه وبنيات، الاثنين هيليقوا جدا. وتالت درجة هتليق جدا برضو مع الازرق انت تحطي اي شادو ازرق، بس طبعا بتدخلي معاه الوان تاني. طيب لو فستان احمر اكتر حاجة هتليق معاه البنيات، مع الدرجة الشمري هتبقى يا فضي يا ذهبي، الاثنين هيليقوا مع الاحمر. ولو لابسة بيج برضو هيبقى الدرجات اللحمي والاورنج والبني هتبقى اكتر درجات ماشية معاكي. لو انت لابسة موف هيليق جدا معاكي درجات الكشمير بكل درجاته. انت لو لابسة حاجة فضي هيليق قوي معاه درجات الرمادي دي بكل درجاته، والدرجه الشمالي تقدري تستخدميها في الدي. لكن مش هيبقى لطيف خالص لو لبستي فضي وحطيتي درجه الشمالي ذهبي، والعكس صحيح مع الذهبي. لما بقول لكم على درجه اقصدها بدرجاتها. ولو لابسه رمادي، الرمادي لون محايد هيمشي معاه برضو درجات كتيره جدا. حب الاي شادو يبقى رماديات بكل درجاتها هيبقى حلو. حابه تحطي سموكي اسود برضو هيبقى حلو. حابه تلعبي في درجات الكشمير برضو هيبقى حلو جدا. انا النهارده هشتغل على الدرجات اللحمي والاورنج والبني لان دي اكتر درجات بتليق على اغلب الوان اللبس، ده غير ان هي اكتر درجات اي شادو مطلوبه. اول حاجه بنستخدم الكونسيلر كبيز للاي شادو علشان يثبت والدرجات تبقى بيجمنت وواضحه اكتر. هستخدم فرشه في التوزيع او سبونج، بس الفرشه افضل عشان الفرشه دقيقه اكتر ومتخلينيش اخبط في حواجبي او اجيب كونسيلر على رموشي. وبرضو الكونسيلر اللي حاطينه على جفن العين، في بنات كتير بتغلط وبتحط الاي شادو دايركت عليه. الخطوه دي بتبقى معاكي الاي شادو، بيبقى البلاند صعب جدا. قبل ما تحطي الاي شادو تتاكدي ان مفيش خطوط، وبعد كده برضو تثبتي باللويس باودر. بس الغرض من الخطوه دي علشان نشيل التلزيقه بتاعه اي حاجه ليكويد عشان ما يلزقش فيها الاي شادو ويبقى. هحط درجه انتقاليه. ماشي، الدرجه الانتقاليه دايما بتبقى خفيفه، ما بتبقاش بني او اسود. وابدا اوزع كده بالراحه او في حركات دائريه، الاثنين صح. اهم حاجه تطلعي المنظر بتاع العين مدموج حلو. الدرجه الثانيه اللي هستخدمها هتبقى اغمق شويه، ومش هحطها على جفني كله، هحطها في كسره العين في المنطقه دي، وهبدا احط الاي شادو بنفس الطريقه. شايفين هنا الكسره واضحه اكتر، العين فيها عمق اكتر فمنظرها اجمل. وعايزه اقول لكم يا بنات مش شرط تستخدموا الدرجات هي بالظبط، طبقوا اللوك ده بس بالدرجات اللي انتوا حابينها والمتوفره عندكم. ثالث درجه هستخدمها في اللوك ده هي البني، وهستخدمه بس على طرف العين، وهبدا اعمل له بلند ادمجه. لو انت عايزه اللوك هادي وتكتفي بكميه البني دي برضو هيبقى حلو، بس انت لو حابه اللوك يبقى تقيل اكتر يبقى هنزود تاني البني. وانا هحاول اعمله معاكو على مراحل، يعني اعمله حاجه هاديه شويه ونتقل مع بعض لغايه ما كل واحده فيكم توصل للمرحله اللي حباها من الميك اب. تمام، فانا هبدا ازود شويه، تمام، بس هبدا ادخل اكتر على الكسره. وعايزه اقول لكم انا في كل ده مستخدمه فرشه واحده عشان ما اصعبهاش عليكم وتبقي محتاجه فرش كتير. تقدري بفرشه حجمها وسط بالنسبه لعينك وتستخدميها في اغلب اللوك. هبدا اوزع على كل كسره العين، بس يبقى تحت تاني لون استخدمناه في الاي شادو، يعني ما نعلاش بيه على الجفن الثابت، تبقى ايدينا تحت شويه. وبكده نبقى زودنا البني واللوك تقل معانا اكتر.
بعد كده نيجي للدرجة الشيمري اللي هي الدرجة اللي فيها لمعة، بس لمعة هادية وناعمة مش جليتر. تقدري تستخدمي مع الدرجات اللي احنا حاطينها درجة ذهبي غامق، ذهبي فاتح، روز جولد اللي هي الدرجة البينك على الذهبي، يعني الاتنين مع بعض. تقدري تستخدمي درجة نحاسي، تقدري تستخدمي درجة فضي، يعني من الاخر تقدري تختاري اي درجة هتمشي مع الدرجات دي. انا هستخدم درجة ذهبي فاتح جدا. تقدري تحطي الايشادو الشيمري بفرشة مبططة او تحطيه بايدك وهتبقى اسهل جدا على الجفن المتحرك، اللي هو لما بنفتح ونغمض عينينا بيتحرك، تبدأي توزعي بالراحة. بعد كده ما حطينا الدرجة الشمري، نيجي بالفرشة ونعمل بلند ما بين البني والدرجة الذهبي عشان ما تبقاش العين في النص مفصولة كده، لا تبقى منظرها ناعم. شايفين كده منظر العين ناعم جدا وفي نفس الوقت واضح. وبكده نبقى خلصنا الاي شادو. الخطوه اللي بعد كده الاي لاينر. انا كده رسمه معاكم اي لاينر العيون المبطنه، وبعد كده نمشي بالراحه على خط الرموش. الخطوه اللي بعد كده الماسكارا. في ناس بتكتفي بالماسكارا اوكي، وفي ناس في السواريه بتحب تركب رموش خفيفه جدا. حتى لو هتحطي رموش لازم الاول تستخدمي ماسكارا عشان لو في اي اي شادو وقع على الرموش ولازق فيها تشيليه بالماسكارا وما يبقاش مبقع تحت الرموش. بس انا دايما بيبقى رايي لو انت رايحه مناسبه تركبي رموش حتى لو رموش خفيفه، بس عشان تدي كثافه وتوضح العين اكتر. زي ما انتم شايفين قد ايه الرموش فرقت في العين ووضحتها اكتر. لو حابين اعمل لكم فيديو تعليمي لتركيب الرموش قولولي في الكومنتات، بس انا ما قدرتش اعملها معاكم في الفيديو عشان الفيديو ما يطولش. حابين تستخدموا كحل اسود هيبقى حلو قوي لو عينيكي واسعه، ولو عينيكي صغيره تقدري تستخدمي كحل بيج او ابيض هيبقى حلو قوي. حب صباعي ده كده وبحط بالراحه، اهم حاجه ما ادوسش. ولو انت لابسه ازرق وحابه تحطي كحل ازرق برضو ده على حسب اختيارك. بعد ما حطينا الكحل نبدا نرسم تحت عينينا بالاي شادو. هنستخدم نفس الدرجات اللي استخدمناها فوق في العين. اول حاجه اللحمي ده بنوزعه على اوسع شويه. بعد كده هناخد الدرجه الاغمر نقرب الرموش اكتر. اخر درجه هنستخدمها الدرجه البني اللي هي اغمق درجه مستخدمينها في العين، ونبتدي بفرشه رفيعه نرسم على خط الرموش. وبكده نبقى خلصنا العين. نكمل بقى الوش. هستخدم كونتور باودر. حابه تحددي ملامحك اكتر واللوك يبقى واضح اكتر طبعا زودي الكونتور. هستخدم بلاشر خوخي مع بينك شويه. البلاشر بيبقى فوق الكونتور وعلى الخدود اللي هو منطقه الابتسامه. الروج تقدري تستخدمي درجات بني، تقدري تستخدمي درجات توبي، وتقدري برضو تستخدمي درجات الكشمير هتليق عليه. انا هختار درجة نيود فاتحة برضو بالدرجة التوبي جوه في البق هنا. الخطوة اللي بعد كده هتبقى الفيكس بلس. الفيكس بلس بينعم اللوك وبيشيل اي باودر زيادة، وتقدري تستخدمي اي براند انت عايزاه. لما بنرش الفيكس بلس وبعد كده نحط الهايلايت بيبقى البيجمنت بتاعه اقوى. احنا كده خلصنا الميك اب.